نحو 60,000 جرعة من لقاح فيروس كورونا وصلت إلى الأراضي الفلسطينية، وبدأ اليوم بإطلاق حملة تطعيم تستهدف الكوادر الطبية وكبار السن ومرضى السرطان. وتحاول السلطة الفلسطينية ومنذ مدة تأمين الطعومات، لكنها لم تنجح حتى الآن، وتؤكد أن المشكلة ليست مالية بل مصالح دولية وسياسية، إذ يتوقع أن تصل في أواسط شهر نيسان إبريل 100,000 طعم من الصين. 100,000 طعم جديد من دولة الصين الصديقة، و50,000 من دولة روسيا الصديقة، و129,000 من خلال شركة آر فارما وطعم أسترازينيكا. وتخزن وزارة الصحة الفلسطينية ما يقارب 24,000 جرعة من لقاح أسترازينيكا لحين وجود إفتاء علمي بشأنه، بعد تخوفات من دول عدة أن اللقاح يتسبب في تجلطات دموية. أثبتت في يوم 19 الشهر تم إصدار نتائج هذه الأبحاث، حيث صرحت منظمة الصحة العالمية بأنه آمن وفعال، وأن فائدته تزيد من وتعلو على قضية بعض الآثار الجانبية، وأنه بإمكان المواطنين أخذه وليست هنالك من محاذير من أخذه. وسجلت الأراضي الفلسطينية ما يقارب 250,000 إصابة بفيروس كورونا، فيما حالات الوفاة وصلت إلى 2656، حيث توصي اللجنة الوبائية بإغلاق شامل لكافة الأراضي الفلسطينية، بينما تخفف الحكومة من إجراءاتها الأخيرة بالسماح لبعض القطاعات بالعمل، مع الإبقاء على قطاع التعليم معطلا بالكامل. تحاول السلطة الفلسطينية التغلب على موضوع توفير اللقاحات بطرق عدة، لكنها من جانب آخر تحاول السيطرة على الوضع الوبائي المنتشر في الأراضي الفلسطينية بإجراءات وقائية وإغلاقات ميدانية، لكنها في ذات الوقت تقول إن نسبة إشغال الأسرة وصل وتجاوز أكثر من 100%. ضياء حشية، الغد، رام الله.